احكي لنا بقى عن شغفك وحلمك اللي خلاك تحولي بقى صوت الطفل والشاب إلى منصة بيعبر فيها عن نفسه. بدأ إزاي؟ وإيه القيم اللي حابة تغرزيها من خلاله وناوية تروحي بيها على فين؟ تمام. احنا لما عم نطلع اولادنا هلا بهاي الفتره، بالله احيانا تطلع عليهم وبنزعل، صراحه بنزعل، يعني بنزعل كيف هم ما عاشوا اللي احنا عشناه، كيف كانت حياتنا اكثر اجتماعيه وكان فيها مغامرات وكنا نتعلم كثير. تزعلي لما بتشوفيهم كيف قاعدين كانوا يعني منعزلين عنا نهائي. فكنت دائما افكر انه هذا العمر جدا مهم، هذا العمر اللي هو مخهم لسه وعقلهم لسه خالي من المسؤوليات، مسؤوليات الحياه لسه بكير اللي لازم هم يستمتعوا فيه. بلس انه هون احنا بنقدر نشتغل على اولادنا بهذا العمر قبل ما يوصلوا عمر اللي هم 18 19 ويطلعوا للحياه الثانيه اللي هي الحياه الجامعيه، لأنه بصير الكونسيرن عندهم مختلف، بصير قلق على الدراسة، قلق على الشغل. فكانت فكرة إنه أعمل إشي أقدر أعرف تفكيرهم، شغفهم، رأيهم. فكانت فكرة إنه نعمل لهم جريدة، وكجريدة ورقية، يعني هذا إشي فيه تحدي يعني. ودائماً نسمع الأهل بيقولوا هذا عصر تكنولوجيا وأولادنا أولاد التكنولوجي، فبقولهم إنه ما هي هاي هي المشكلة. المشكلة إنه إحنا بطلنا قادرين نشوف يعني كيف أولادنا بيفكروا، مش قادرين نشوف حتى قدراتهم ولا وين توجهاتهم، كيف طريقة تفكيرهم وتحليلهم مش قادرين نشوفها. منعزلين بحياتهم للأسف بالسوشيال ميديا أو بالجيمز اللي خلت إنهم يحدوا من طرق تفكيرهم، بطل في عندهم العمق في التفكير أو إنهم يقدروا يشوفوا الأمور من نواحي مختلفة. فهون أنا أصريت أكتر إنه الحل إنه نعمل هاي الجريدة. من خلال الجريدة نقدر إنه نقرأ مشاكلهم، نقدر نشوف كيف بحلل الأمور، نقدر نشوف وين غضبهم، رأيهم، والأهم إنه نخلي هم الأولاد نفسهم إنهم يديروا هذه الجريدة. فبدأت فعلاً إنه أشتغل على الموضوع، وشوف طلبات من شباب حابين إنهم يتطوعوا من خلال مؤسسات، وفعلاً أخذت الطلبات وبدأت to contact هدول الشبيبة وأقابلهم. وكنت قلت أكيد هلأ رح يقولوا جريدة ورقية ويعني بعالم التكنولوجي، فأعطيتهم الفكرة وشرحت لهم إياها وقعدنا أنا وياهم، وهيك بتطلعوا علي إنه لسه مستغربين شوي، فقلت لهم فكروا وقلت منه. فالحلو إنه الكل كان مهتم، هاي كمان كانت يعني أسعدتني جدا، وشفت الطاقة فيهم وشفت إنه عندهم إمكانيات وعندهم يعني أفكار. وفعلا بدينا بأول 7 متطوعين، والحمد لله هلا وصلنا تقريبا 33 متطوع. هلا ليه فكرت انه الشباب هم يكونوا القائمين عليها؟ اولا الجريدة كجريدة فيها عدة اقسام. الجريدة فيها علاقات عامة، فيها تصوير، فيها مونتاج، فيها تحرير، تدقيق، سوشيال ميديا، ماركتينج، فيها كل الاقسام اللي ممكن إنه نخلي أولادنا نشوف وين قدراتهم، وين قوتهم، ونوزعهم على هاي الأقسام. أخذت فترة صراحة، لأنه في منهم لسه مش عارف وين قوته، فشوي شوي بدينا إنه نحط بهاي الأقسام كل حدا، يعني نشوف وين قدرته ونحطه في هاي الأقسام. بلس لما هذا العمر نعطيه مسؤولية وإنه يتحمل مسؤولية، بصير بده يثبت وجوده، بصير بده يشتغل على حاله، بصير بيعمل سيرش، بصير يسأل، بصير يعلم، بده ينجح القسم اللي هو فيه. طبعاً بتوجيهات وبنكون معهم، وبحاول قد ما بقدر إني أربط مؤسساتنا اللي هي بتدعم الشباب أو عندها برامج شباب، إنه كمان أقدر أوصلهم بالقائمين على الجريدة عشان أقدر إني أطور قدراتهم ومواهبهم. فمن خلال الجريدة طبعاً كتير حابة إنه نشتغل عليهم ونعلمهم إنه قرارهم
وقراراتهم اللي رح ياخدوها بحياتهم هي أساس لجيل رح يجي بعدهم، مش لإلهم بس، لجيل بعدهم رح يجي، ويتعلموا الانضباط، يتعلموا التقدير واحترام الرأي الآخر، نزيد ثقتهم في نفسهم، يقدروا يعبروا ونقولهم إنه إحنا مهتمين فيكم وإحنا منحبكم، وإنه صوتهم جدا مهم، لأنه صوتهم ومشاكلهم هي اللي راح تقدر تقولنا كيف نقدر نحل مشاكلهم، كيف نقدر نحطهم on the right track. فهذا شوي مختصر يعني بسيط. جميل جميل، اختصار جميل، وفعلا مجهود حلو لمسته بإيدي فعلا يا ميرال، بارك الله فيك يا رب.